اليوم كنتواجدوا في شاطئ سيدي قنقوش مع بدايه ديال الحراره، كسبنا نجيو لهذا الشاطئ هذا. المهم الحراره مزيانه، البحر حتى هو مزيان. الاخوان ديالنا كاينين هنا كيعملوا انشطه، كيوجدوا شهر 7 شهر 8 باش يكون ان شاء الله الصيف يكون متناول الجميع. الحمد لله الشاطئ نقي وحنا ماشيين. هاد الانصار هنايا كيجيو انصار محترمين، بعدا كاين الاحترام، هذا ما كيادي هذا، هذا ما كيسرق هذا. الناس كاين مواطع في كيعملوا الشوا، في كيشوي وفي كياكلوا وفي كيتغداو. المهم شاطئ ينصاحب العائله، بعدا اخص العائله كينصاحب يجيو به الناس هنايا والحمد لله. كاين سباح المنقذ، كاين سباح المنقذ سباح المنقذ كاين، كاين الاخوان ديالنا كاملين هنايا. هنا كنجي مع اجواء عائليه هنايا ومحترمه، وكاينين العائلات. ايوا كلشي مزيان الحمد لله. مع جات العطله د العيد كلينا الشوا وعمرنا كرشنا وجينا بحرنا، داكشي زعما يا سلام. حتى بحر مزيون ميطناجر تبارك الله، كاين مراقبه والاحترام، الدراري ظريفين، طنجة ومعروفين بالادب ما شاء الله. ايوا تبارك الله عليكم. لا احنا طنجاوه الجبال العايل. دائما كنجيو اما سيدي قنقوش الاولى ولا الثاني، ولكن هذا بزاف والداليه حتى هي بحق هذا بزاف، هذا مزيون قريب وكاين مواصلات والما ديالو مزيونين. تبارك الله اجواء مزيانه وبدا الصيف كيبان، اجواء مزيانه والحمد لله. احنا بحرين ضروري هاد اليومين هادي بدات الحراره، صافي الصيف دخل واحنا مع بحر سيدي قنقوش الحمد لله. ضروري شويه فوقي وبتبحر هنايا احنا. لا بحر تبارك الله بيان اورغانيزي وداكشي عائلي واجواء ممتازه. لا لا ما عندي ما نقول. جيت مع العائله وصراحه بحر مزيون يعني واجواء مزيونه، وسيدي قنقوش تبارك الله عليه مزيون، والناس ديالو كاملين مزيانين، طنجة كاملة مزيونة تبارك الله. مع العائلة هنايا باش ندوزو شي يامات هنايا، سيدي قنقيش الأجواء جد مريحة، وكذلك البحر ثاني ما راهش هائج، راه في متناول الجميع، يقدروا الصغار وكاع يقدروا يدخلوا يبحروا بكل سلام. احنا من ناحية ديال طنجة، من ناحية طنجة. أجواء عائلية. نعم. أنا زعما صراحة الفضاء نقي وكذلك مريح. الأجواء زعما في ناحية ديال طنجة أجواء حرارة جدا عالية، وهذيك خطرنا فرصة باش نجيو هنا على الشاطئ باش نتبردوا. نجالية مقيم في فرانكفورت، أماين. جينا هنا طنجة، بحر زوين، كلشي مزيان، جو زوين. كنصحكم باش تجيو هنايا، كلشي مزيان. حنا ديما كنجيو هنايا، هادي بلاصتنا هنا، طنجة، تطوان، الناس الشمال. جو مزيان، كلشي مزيان. جينا على ود العيد، عيدنا هنا وبمناسبة العيد استغنا الفرصة وجينا هنايا نتبحروا شوية ونشوفوا الجو والأجواء نخلقوها مزيان. السلام عليكم. ديما مغرب. بيبا. السلام عليكم. كنتواجدوا في الشاطئ قنقوش، حراره جد مزيونه والبحر حتى هو مزيون منور الحمد لله. وما شاء الله شو الناس شحال كتواجدوا ما شاء الله عليهم. كاين العائله ما شاء الله، كل واحد عامل القطيتين ديالو الحمد لله. مع العطله وكل شيء الحمد لله. السلام عليكم. المهم الاجواء كتمر مزيانه تبارك الله، اليوم البحر عمر واخا ما كناش عوالين عليه، ولكن الحمد لله مرحبا باي واحد. صراحه بعد الاجواء ديال العيد ضروري نرفعوا على شويه على النفس وكذا، تبعنا الخدمه غدا ان شاء الله عاود نرجعوا للعمل نساليو الصباح وصحيين دريد من مكات. الاجواء احنا عندنا في طنجه مزيانه، الشامه الناس كتجي صباحار عندنا هنايا معامله الحمد لله. الحراره كاينه بحر مزيون، الناس ما كتموتش بزاف فهمتي، هادشي اللي كاين عمودي عليه. هذا بحر سيدي قنقوش، هذا الله يعمر راسه، هذا قنقوش واحد، كاين قنقوش جوج، كاين بغيتي الداليه قصر صغير، مرحبا بالناس كاملين يجيو عندنا هنايا.
أجواء ممتعة رفاهية، ألعاب فضاءات، ألعاب الواش تيتوين، كلش العائلة تجالسين هنايا ما تخافش ترانكيلوس. حرارة شوية يلا بلاص كتخرج الحرارة دابا الحمد لله، اليوم الله يومين بهاد الحرارة، حنا ماشيين معاه. يوم اليوم فصل الصيف، برافو.